احلى شهر بتحسه بكل السنه، واهم شيء فيه انه حلاوته بنجتمع كلياتنا على الفطور وقت المغرب. روحانيين استزداد عندنا بطريقه كبيره كثير كثير. اتذكر هالاكلات اللي بنعملها والبركات سوا، الجمعه سوا، ونقعد سوا وناكل سوا ومعيشه كويسه. هلا ما في البهجه اللي كانت برمضان قبل، يعني اليوم فقدناها. عم نمتنع عن الاكل، عم ناكل اشو ما كان من الجوع. رمضان قبل غير، هلا رمضان كريم على الناس كلياتها، بس بهالوضع هذا كيف بدنا ندبر حالنا ما بعرف. يعني اليوم معيشتنا صفت، يعني بها قساوي، يعني صفت الحياه قاسيه علينا شوي. يعني